اكيد استاذه فجر اليوم انت تمرين على المناطق اللي تدوي تشوفين التيست والذوق الكويتي في البنيان، ايش رايك؟ شوف، هو مو دائما تيست كثر ما هو ميزانيه اللي نعم. اشوفها حاليا نعم. مع الاسف لا زالوا الناس توجههم للكونكريت بوكس اللي احنا نسميه او هو الصندوق الكونكريت اي السميتي صح، خلينا نقول في لا زال مع الاسف هذا التوجه، وفيهم بنفس الوقت من ناحيه ثانيه في ناس عندهم ذوق وحتى لو ميزانيه معينه وبسيطه نعم. بس لا زال ذوقهم ينعكس على بيتهم.